أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي بكين إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya iaitu Hana untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan-perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan dengan pengulangan perkataan yang lepas akan membantu tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan hanya daripada perkataan maza. Maza maknanya apakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il madhi, iaitu perbuatan yang telah berlaku. Hana akan bertanya kepada saya menggunakan perkataan-perkataan ini insya-Allah. Tafadhali ya Hana. Madha la'ibata fi al-usbu'il madhi يا أستاذ؟ ما معنى ماذا لعبت؟ Apakah yang kamu telah main؟ في ما معنى في؟ Pada الأسبوع الماضي minggu lepas. نعم. اسأليني مرة أخرى. ماذا لعبت في الأسبوع الماضي يا أستاذ؟ لعبت كرة الريشة. ما معنى لعبت؟ Saya telah bermain. كرة الريشة ما معنى كرة الريشة؟ بادمنتون. نعم. اسأليني مرة أخرى. ماذا لعبت في الأسبوع الماضي يا أستاذ؟ لعبت كرة الريشة. ثم السؤال الثاني. ماذا شاهدت في التلفاز يا أستاذ؟ ما معنى ماذا شاهدت؟ Apakah yang telah kamu tengok؟ في التلفاز. Di television. نعم. اسأليني مرة أخرى. ماذا شاهدت في التلفاز يا أستاذ؟ شاهدت مباراة كرة القدم. ما معنى شاهدت؟ Saya telah menonton. مباراة ما معنى مباراة؟ Perlawanan. كرة القدم ما معنى كرة القدم؟ بولا سباق. نعم. اسأليني مرة أخرى. ماذا شاهدت في التلفاز يا أستاذ؟ شاهدت مباراة كرة القدم. ثم السؤال الثالث. ماذا أعطيت أمك يا أستاذ؟ ما معنى ماذا أعطيت؟ Apakah yang kamu telah beri؟ أمك ما معنى أمك؟ Ibu kamu. نعم. اسأليني مرة أخرى. ماذا أعطيت أمك يا أستاذ؟ أعطيت أمي الهدية. ما معنى أعطيت؟ Saya telah memberi. أمي ibu saya. الهدية ما معنى الهدية؟ هدية. نعم. اسأليني مرة أخرى.
ماذا أعطيت أمك يا أستاذ؟ أعطيت أمي الهدية. Kemudian saya akan mengulang semula soalan yang sama kepada Hana. السؤال الأول: ماذا لعبت في الأسبوع الماضي؟ ما معنى ماذا لعبت؟ Apakah yang kamu telah main? في الأسبوع الماضي ما معناه؟ Pada minggu lepas. ماذا لعبت في الأسبوع الماضي يا هنا؟ لعبت كرة الطائرة. ما معنى لعبت؟ Saya telah bermain. كرة الطائرة. Bola tampar. نعم. أسألك مرة أخرى. ماذا لعبت في الأسبوع الماضي يا هنا؟ لعبت كرة الطائرة. ثم السؤال الثاني: ماذا شاهدت في التلفاز؟ ما معنى شاهدت؟ Kamu telah menonton. في التلفاز. Di television. نعم. ماذا شاهدت في التلفاز يا هنا؟ شاهدت الأنباء المحلية. المحلية. مرة شاهدت الأنباء المحلية. ما معنى الأنباء المحلية؟ Berita dalam negeri. نعم. ماذا شاهدت في التلفاز يا هنا؟ شاهدت الأنباء المحلية. ثم السؤال الثالث: ماذا أعطيت أمك يا هنا؟ ما معنى ماذا أعطيت؟ Apakah yang kamu telah beri? أمك. Ibu kamu. ماذا أعطيت أمك يا هنا؟ أعطيت أمي النقود. ما معنى أعطيت أمي؟ Saya telah beri ibu saya. النقود. Duit. نعم. أسألك مرة أخرى: ماذا أعطيت أمك يا هنا؟ أعطيت أمي النقود. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab.